صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: جاء في درس الأمس أثر عن عمر بن عبد العزيز. عن عمر بن عبد العزيز. انتبه. نعم. قوله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. يقول: وفي بلادنا لا يستطيع أهل العلم أن يجلسوا للمدارسة وتعلم العلم علانية لمنعهم من ذلك في المساجد، فيجلسوا في بيت أحدهم للمدارسة وتعلم العلم الشرعي. هذا أجبنا عنه أمس، هذا ورد أمس وأجبنا عنه، إن إذا منعوا من المساجد ومن العلانية لا مانع أنهم يجلسون في بيت، إلا إذا كان عليهم متابعة ويخشى عليهم ألا يجتمعون ولا في البيت، لكن تدارسونه في لقاءاتهم حيث سنح لهم لقاء في أي مكان. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: هل يجوز للحائض أن تحمل جزء عمة فقط؟ واليوم الحمد لله الاتصال بالجوال بالتلفون، إن كان أنه يكونوا متفرقين ويكون بينهم اتصال. نعم. في العلم ومسائل العلم. نعم.